بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدروس السابقة حول الإيمان ومعناه اللغوي والشرعي، وتحدثنا حديثا إجماليا عن أركان الإيمان. وقبل الدخول في الحديث التفصيلي عن هذه الأركان، نتحدث الآن في إطار موضوع مهم، لأنه يجمع حقائق الإيمان، أي يجمع في ضمنه ما يقتضيه الإيمان من تصديق بأمور غيبية متعددة، ومن التزام عملي يجسد حقيقة الإيمان. هذا الموضوع هو موضوع الجملة وتفسيرها، ولربما أشكل هذا المصطلح على كثير من الناس الذين لم يألفوه، فإن هذا الاصطلاح وهو تسمية القاعدة التي يقوم عليها صرح الإيمان وينبني عليها ما يقتضيه من تصديق ومن عمل بالجملة، هذا الاصطلاح إنما هو خاص بأصحابنا، ولذلك فإن كثيرا من الناس عندما يعثرون عليه لا يدرون حقيقته. فالجملة هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكثير من العلماء أضاف إلى ذلك أيضا وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو حق من عند الله. ورأى بعض العلماء الاقتصار على الشهادتين، وهو الذي ذهب إليه القطب رحمه الله تعالى في الذهب، وهذا هو الواضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو الناس إلى النطق بهاتين الشهادتين، فمن نطق بهما خرج بذلك من حكم الكفر إلى حكم الإيمان، وكان في عداد المؤمنين. بطبيعة الحال لا بد مع ذلك من الالتزام بالمنهج الإيماني الذي كان يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن التصديق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يعترف المصدق أنه رسول من عند الله جاء من عنده بالهدى ودين الحق، يقتضي التصديق بكل ما بلغنا إياه عن الله سبحانه وتعالى. فكل ما يصلنا عن طريقه صلى الله عليه وسلم من أخبار غيبية يدخل التصديق به في ضمن التصديق بأنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لأن الرسول لا بد من أن يأتي برسالة. وبما أنه مصدق عندنا أنه رسول من الله،
والله لم يكن ليختار رسولا كذابا تعالى الله عن ذلك، فإنه بطبيعة الحال صادق فيما بلغنا عن الله، فكل ما قامت علينا الحجة به من أنه صلى الله عليه وسلم أبلغه أمته عن الله سبحانه وتعالى فهو حق من عند الله. وتسمية هاتين الشهادتين جملة بسبب انطوائهما على كل ما يجب التصديق به، فإن جزئيات أركان الإيمان فضلا عن كلياتها تندرج في التصديق بهذه الجملة، وكل ما يعتقده المؤمن من الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داخل في ضمن هذه الجملة. فإذا التصديق بجميع أركان الإيمان وبجميع الجزئيات التي تندرج تحتها كل ذلك داخل في ضمن هذه الجملة. ومن ناحية أخرى فإن الإتيان بهاتين الشهادتين يرسم منهج الحياة الصحيح الذي يجب على المؤمن أن يعيش عليه. فالمؤمن يؤمن إيمانا تاما بأنه ملك لله سبحانه، وأن كل ما في الكون إنما هو ملك لله عز وجل، فهذا الوجود بأسره ما هو إلا مملكة الله تعالى، وكل ما فيه إنما هو واقع تحت خيطة هذه المملكة، فجميع أجزاء هذا الكون مملوكة لله، بما في ذلك الإنسان نفسه فإنه مملوك لله تعالى. ويعني ذلك أن يكون التصرف في هذا الكون وفق أمر الله سبحانه الذي ينسجم مع ما طبع عليه هذا الكون من سنن ونواميس. ولا بد من أن يتلقى ذلك الإنسان من مصدر مقبول عنده، وهذا المصدر هو الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فبما أنه يعترف لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذن عليه أن يلتزم بكل ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم من خبر أو حكم. أما الخبر فالتزامه بالتصديق، وأما الحكم فالتزامه بالاتباع. فعليه أن يتبع أمر الله الذي أتاه من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، أو مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله من غيره، أن يكون نصا في كتاب الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب ومثله معه، فسنته صلى الله عليه وسلم هي أيضا وحي من الله، ولكنها وحي باطني، ويجب علينا أن نتبع هذا البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كما نتبع ما جاءنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ كل واحد من الكتاب والسنة مصدرهما واحد، لأن كل واحد منهما وحي يوحيه الله تعالى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الفرق بينهما أن القرآن وحي ظاهر والسنة وحي باطن. وهذا يعني أن تكون حياة المسلم حياة تجسد هذا الإيمان وتجسد هذا الإسلام، بحيث تكون هذه الحياة إسلامية في المعتقد وفي العبادة، في السلوك وفي الخلق،
في الأخذ والرد يتجسد فيها كل معنى من معاني الإسلام، فهو لا يخضع وينقاد إلا لله عز وجل، وهو أيضا لا يتلقى عن الله سبحانه وتعالى إلا من طريق رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى. وبسبب عمق مدلول هاتين الكلمتين العظيمتين وهما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتأثيرهما على حياة الناس وقلبهما لمجرى هذه الحياة من حياة جاهلية إلى حياة إيمانية، من حياة باطلة إلى حياة حقة، من حياة فيها نفور عن الله عز وجل إلى حياة فيها إقبال على الله، من حياة مشتتة ضايعة إلى حياة منظمة مرتبة حسب سنن الله سبحانه وتعالى، أدرك أهل الجاهلية هذا البعد الحيوي الذي تنطوي عليه هذه الجملة، فلذلك أنفوا من قبولها، فلو كانت كلمات يحرك بها الإنسان نفسه، يحرك بها الإنسان لسانه، من غير أن يترتب عليها قلب مجرى حياته لكان أمر النطق بها هينا عليه. ولكنهم أدركوا تمام الإدراك أنها كلمات ذات بعد حضاري، ذات بعد في شؤون الحياة كلها، فإنها تنسف الحياة الجاهلية نسفا وتبني حياة أخرى على قواعد الإيمان، حياة موصولة بالله. وأولئك الطغاة الذين كانوا يرتعون في تلك الحياة الجاهلية كان من الصعب جدا أن يتحولوا عنها، لأنهم حسب تصورهم المريض تلك الحياة هي خير لهم بسبب أنهم يتوصلون فيها إلى إشباع شهواتهم، بحيث يكونون طلقى من كل إسار، يفعلون ما يشاءون ويعسفون في هذه الحياة كما يملي عليهم هواه، ثم هم يرغبون كل الرغبة في الاستعلاء في الأرض. فلذلك كانوا ينظرون إلى من يتصورونهم دونهم نظرة احتقار وازدراء، فكانوا متأتلهين متغطرسين متكبرين، يرون لأنفسهم العز والسلطان دون سواهم، فلذلك كانوا يحرصون على أن يعيشوا في هذه الطبقة العالية الرفيعة. فإذا من العسير عليهم أن ينزلوا مع مستوى غيرهم من الناس، مع أنهم كانوا يدركون أن كلمة لا إله إلا الله ترفع المستضعفين وتنزل المتكبرين حتى يكونوا في درجة سواء لا تفاضل بينهم، لأن الألوهية لله تبارك وتعالى وحده. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وكل ما عداه عز وجل فهو عبد ذليل خاضع، يجب عليه أن يستكين لأمر الله وأن ينقاد لحكم الله وألا يتكبر على عباد الله. فمن هنا كابروا هذه الدعوة ووقفوا في سبيلها وبذلوا مهجهم من أجل وقف مدها وإطفاء نورها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره
ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلو كبر ذلك عليهم لابد من أن يظهر أمر الله سبحانه وتعالى، ولابد من أن تنعم الإنسانية بهذا الخير الوافر العظيم، ولابد من أن تتفيأ البشرية ظلال هذه النعمة المباركة، نعمة الإطمئنان النفسي ونعمة الاستقرار في هذه الحياة على أسس العدالة التي جعلها الله تبارك وتعالى سبباً لاستقرار أوضاع البشر جميعاً، بحيث يطمئن كل منهم أنه ينال حقه وافراً غير منقوص. وكما قلت، لو كانت هاتان الشهادتان كلمات يحرك بها الإنسان لسانه من غير أن يكون لهما على نفسه تأثير، ومن غير أن يكون لهما على مجرى حياته تأثير، لكان من الأمر الهين أن ترضي قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنطق بهذه الكلمات، ثم بعد ذلك تحيش وهي تتمرغ في أوحال جاهليتها كما كانت من قبل. ولكن لا، الأمر المطلوب خلاف ذلك. الأمر المطلوب هو تحول جذري من جميع ما كانت عليه الحياة الجاهلية، بحيث يقطع هذا المتحدث بهاتين الجملتين جميع علائقه بحياة الجاهلية، ويبني حياة جديدة أسسها هذا الإيمان الذي تفيض به هاتان الجملتان. وقريش كانت أفصح العرب لسانا، وأدركهم لمضامين الكلام مفرداته وجمله، كيف وهي ذؤابة العرب، وإليها كانت العرب تحتكم في مبارياتها البيانية. فلا غرو إن أدركت أبعاد هذه الكلمة أو هذه الكلمات وشق عليها الإتيان بها. وهذا يدلنا على أن لهذه الجملة بجانب التفسير العقلي الذي هو كل حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب الذي لا يمكن أن ننفذ إليه إلا من خلال هذا الوحي الرباني، بجانب هذا التفسير العقلي هناك تفسير عملي، وهو الاتجاه التام إلى ما تقتضيه هذه الجملة من صياغة الحياة صياغة إيمانية، بحيث تكون الحياة كلها تنضح بالتقوى وتفيض بالرحمة ما بين البشر، تسع هذا الشتات من البشر لتجتمع في ظلها على أساس العبودية لله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله، الله تبارك وتعالى وحده هو الإله، وما عداه سبحانه وتعالى هو عبد خاضع ذليل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولننظر كيف انطوت هاتان الجملتان أولا على هذه المنظومة التفسيرية من العقيدة الحقة التي بعث الله تعالى بها النبيين، وأرسل خاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرسي دعائمها على أسس البرهان النجر الثابت.
كيف انطوت هذه الجملة على هذه المنظومة العقدية بحيث اشتملت على كل ما تقتضيه عقيدة الحق من التصديقات من التصديق بجزئيات الأخبار التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب، فضلا عن التصديق بكليات هذه الأخبار. قبل كل شيء علينا أن ندرك معنى هاتين الشهادتين، فالإنسان عندما يأتي بهاتين الشهادتين، أي عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إنما يعرب بلسانه عما وقر في عقله وقلبه في فكره ووجدانه من التصديق بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عبده محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عنده سبحانه وتعالى. فالإله هو المعبود بحق، وإن اختلف الناس في اشتقاق كلمة الإله، أي في دلالة أصلها، منهم من قال من أله يأله بمعنى عبد يعبد، فالإله بمعنى المألوه، بمعنى المألوه أي المعبود. واستدل لذلك بقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك، أي ويذرك وعبادتك، هكذا فسرت هذه القراءة. قيل هكذا: أصل الإله من أله يأله بمعنى عبد يعبد، ومنهم من قال بأن الأصل من ولها يوله، من ولها يوله، لأن القلوب توله إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث تجأر هذه القلوب إلى الله عز وجل بسبب ما تواجهه من مصاعب في حياتها. فالله تبارك وتعالى هو المقصود في الشدائد على هذا، وعلى هذا الواو أبدلت همزة كما أبدلت واو وجوه إلى أجوه، إذ يجوز أن يقال في الوجوه أجوه. وعلى هذا فالمعنى لا مقصود في الشدائد إلا الله، ومعنى ذلك إذن أن الله تبارك وتعالى وحده هو التي تجب له العبادة، لأنه هو الذي يقصد في الشدائد. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك تصريف هذا الكون، فهو القادر على دفع الضراء، وهو القادر على تحقيق النعماء ورفع البلاء. فإذا لماذا يتعلق الإنسان بغير الله، مع أن العبادة إنما هي تعلق، بحيث يشعر العابد عجزه أمام المعبود، وأنه لا يحقق له منفعته ويدفع عنه مضرته إلا هذا المعبود الذي يقصده بعبادته. فإذا كان المقصود هو الله تعالى، فإذا هو المعبود. وقيل إن ذلك من حيث الحيرة، لأن القلوب توله، أي تتحير من عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه الغالب وقدره النافذ، فهو المصرف لهذا الوجود. فإذا هذه القلوب مع حيرتها جديرة بأن تلجأ إليك سبحانه وتعالى وحده، دون أن تلجأ إلى غيره، وأن تخصه بالعبادة دون غيره. والله سبحانه وتعالى
إنما استحق العبادة دون غيره، بحيث كل معبود يعبد من دونه عز وجل تعتبر عبادته باطلة. فالعبادة الحقة لله، إذ كل ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يعبد قط، إنما ذلك بسبب أن الله تبارك وتعالى وحده هو واجب الوجود. فالكون بأسره هو جائز الوجود، أما الله تعالى فهو واجب الوجود. وإذا عبرنا هنا بواجب الوجود وجائز الوجود، فيجب أن نعلم أن هذا الوجوب وهذا الجواز إنما هما عقليان لا شرعيان. فلا نعني بالوجوب الوجوب العقلي، فلا نعني بالوجوب الوجوب الشرعي، وهو ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. يعني أن يكون الواجب ما يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، ولا نعني بالجواز الجواز الشرعي وهو عدم المؤاخذة في حال الفعل وفي حال الترك، وإنما نعني بالوجوب والجواز العقليين. فالله تبارك وتعالى واجب الوجود، أي لا يتصور العقل أن يكون سبحانه وتعالى غير موجود. أما غيره سبحانه فهو جائز الوجود وليس بواجب الوجود، لأن غيره سبحانه وتعالى لم يكن من قبل ثم كان. فلو كان واجب الوجود للازم أن يكون موجودا في الأزل. ووجوب وجود الله سبحانه وتعالى لأن الكون بأسره مفتقر إليه سبحانه وتعالى. فلو كان غير موجود تعالى الله عن ذلك لما وجد شيء في هذا الكون، إذ لا يمكن أن يوجد كون بغير مكون، لا يمكن أن يوجد كائن بغير مكون، فالله تعالى وحده هو المكون لهذا الوجود. ولما كان هو المكون لهذا الوجود كان سبحانه وتعالى متصفا بكل الصفات التي تليق بجلاله، صفات العظمة، بخلاف المخلوقات فهي متصفة بأضداد تلك الصفات. فمهما يكن من عظم في المخلوق فإن ذلك العظم محدود، إذ كل صفة كمالية في المخلوق هي صفة يكون انتسابه إليها وانتسابها إليه أمرا نسبيا محدودا، بحيث يكون هذا المخلوق غير متصف بتلك الصفة التي هي من صفات الكمال على إطلاقها، وإنما يتصف بها بطريقة نسبية محدودة، بخلاف اتصاف الله تعالى بالصفات الكمالية، فإن اتصافه بها اتصاف مطلق لا حدود له. فاتصاف الله بالعلم وبالقدرة وبالسمع وبالبصر وبالحياة وبالإرادة وبكل شيء إنما هو اتصاف مطلق لا حدود له، بخلاف اتصاف المخلوق. فإذا لذلك كانت الألوهية لله تبارك وتعالى وحده، أي غيره سبحانه وتعالى لا يستحق شيئا من العبادة، إنما العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لأنه هو المتصف بكل صفات الكمال، ولأنه السابق على غيره، فوجوده لا بداية له بخلاف وجود غيره من الكائنات. وإيمان الإنسان بأنه لا إله إلا الله يقتضي اليقين بكل ما يجب اتصافه به سبحانه وتعالى من صفات الكمال الذاتي، كاتصافه تبارك وتعالى بالوجود واتصافه بالقدم، أي كون وجوده غير مسبوق بعدم، واتصافه بالقدرة، واتصافه بالسمع، واتصافه بالبصر، واتصافه بالحياة، واتصافه بكل صفات الكمال. هذه الصفات تدخل في ضمن هذا المعتقد عندما يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأنه لا معبود بحق إلا الله. وكذلك الصفات الفعلية
لأن أفعال الله لا تشبه أفعال غيره، فأفعال غيره أفعال مهما يكن فيها من وصف كمالي هي صفات قاصرة، أي أفعال قاصرة بخلاف أفعاله تبارك وتعالى. فالله تعالى هو المبدئ المعيد، هو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم ثم يعيده إلى العدم مرة أخرى، ثم ينشئ ما ينشئ سبحانه وتعالى كما يشاء مرة أخرى، بحيث يعيد كونا جديدا ويتحول الإنسان. وما يشاء الله تبارك وتعالى بعثه من مخلوقاته إلى حياة أخرى بعد هذه الحياة. الله تعالى هو المبدئ المعيد الذي يفعل في خلقه ما يريد. كذلك التصديق بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، يعني التصديق في كل ما بلغنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، في كل ما أخبرنا به مما أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان ذلك منصوصا عليه في الكتاب أو غير منصوص عليه، بحيث يكون جاءنا من طريق سنته صلى الله عليه وسلم، يقيننا أنه لا ينطق عن الهوى، فهو يتحدث بوحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قضايا الإيمان التفصيلية، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله، وهذه الصفات جاءت في القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بجانب مجيئها في سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا نحن نؤمن إيمانا جازما بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وقد بلغنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله من خلال ما تلاه علينا في كتابه، وبكل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وذلك مما صح وثبت وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على الناس، بحيث لم يختلف الناس في صحته وثبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك كل ما جاءنا في الكتاب أو في السنة النبوية من أخبار تتعلق بعالم الغيب، تتعلق بالملائكة أو تتعلق بالنبيين الآخرين من غير النبي صلى الله عليه وسلم الذين غبروا من قبل، أو تتعلق بالكتب التي أنزلها الله، أو تتعلق باليوم الآخر وأنبائه وأحواله، أو تتعلق بقضاء الله تعالى وقدره، فذلك كله مما يندرج في ضمن هذا التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها حقة. إذ التصديق بهذه الرسالة يتناول التصديق بهذه القضايا كلها، كلياتها وجزئياتها. فإذا الإتيان بهذه الجملة يعني التصديق بكل ما يجب التصديق به. فنحن عندما نؤمن بهذه الجملة نكون مؤمنين قد أدينا ما علينا مما فرضه الله تبارك وتعالى علينا من الإيمان. وعندما تقوم علينا الحجة بتفسير شيء من ذلك، كما إذا قرأنا كتاب الله أو تلونا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قامت علينا الحجة من طريق العقل، إذ كثير من تفسير الجملة
مما يدركه الإنسان بعقله عندما يفكر فيه كصفات الله تعالى الذاتية، فإن العقل البشري يدرك هذه الصفات عندما يفكر فيها. فلو فكر إنسان في الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو، هل هو قديم أو حادث، فإنه يدرك من أول وهلة أنه يتعذر أن يكون حادثا، إذ لو كان حادثا لافتقر كغيره من المحدثات إلى محدث أحدثه، فلا بد إذا من أن يكون قديما. ولو فكر هذا العقل هل هو فان أو باق، فإنه يدرك من أول وهلة أنه لا بد من أن يكون باقيا، إذ لو كان فانيا تعالى الله عن ذلك للزم أن يكون ناقصا، إذ كل ما ثبت قدمه يستحيل عدمه، فكيف يكون فانيا؟ كذلك لو خطر ببال الإنسان هل الله تبارك وتعالى الذي نشهد أن لا إله إلا هو، الذي خلق هذا الوجود بأسره، هل الله سبحانه وتعالى عالم أو جاهل؟ فإن العقل يدرك من أول وهلة أنه يستحيل عليه أن يتصف بالجهل، لأن صفة الجهل صفة نقص، فكيف يكون سبحانه وتعالى جاهلا وقد خلق هذا الوجود ورتبه هذا الترتيب العجيب ونسقه هذا التنسيق الغريب؟ وهكذا لو فكر في جميع صفات الله تبارك وتعالى الذاتية يدرك من أول وهلة أن الله تعالى يستحيل عليه الاتصاف بأضلالها، وعندما يستحيل عليه الاتصاف بأضلالها فإذا اتصافه بها أمر واجب لا مناص منه. فهذه الصفات يدركها العقل من أول وهلة. عندما يؤمن الإنسان بهذه الجملة يكون مؤمنا قد فك عن عنقه ربقة الكفر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس الإيمان بهذه الجملة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتغني هذه الجملة عن المعتقدات الأخرى بسبب أنها تنطوي عليها جميعا، فإنما ينطق الإنسان بها يكون لا ريب موفيا بما عليه من الاعتقاد الواجب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس للخروج من عهدة الجاهلية. وعندما تقوم عليه الحجة، أي عندما تقوم على أي إنسان الحجة بمعرفة شيء من تفسيرها، يلزم أن يعتقد ما قامت عليه الحجة بمعرفته، سواء كانت هذه الحجة عقلية أو نقلية، وبهذا تتوسع دائرة الإيمان عند المؤمن شيئا فشيئا، لأنه كلما قامت عليه الحجة بمعرفة شيء من تفسير هذه الجملة فآمن به ازداد بذلك إيمانا، وعندما يزداد إيمانا لا يمكن أن ينقلب بعد ذلك إلى ضده مع بقاء اسم الإيمان له. فلو جحد شيئا مما قامت عليه الحجة بمعرفته لانهدم إيمانه جميعا. كيف وقد جحد ما علم من الدين بالضرورة، إذ قيام الحجة عليه يجعل ذلك الذي قامت عليه الحجة بمعرفته من ضرورات معرفته، لا بد من أن يعرفه، فإن لم يعرفه فقد تجاهل ما قامت عليه الحجة بصحته وبأنه حق من عند الله، فانقلب إلى ضد الإيمان بذلك وهو الكفر والعياذ بالله. على أن علماء الأمة اختلفوا هل من الضرورة أن ينطق الإنسان بهاتين الشهادتين
أو أن اعتقاده بمدلولهما يغني عن النطق بما عن النطق بهما، هذا مما وقع فيه الخلاف بين الأمة. فجمهور الأمة على أنه لا بد من النطق بالشهادتين، وهذا أمر نقل عليه الإمام النووي اتفاق أهل السنة، قال بأنه لا فرق لا خلاف بينهم في أن من لم ينطق بالشهادتين ولو اعتقد معناهما هو خالد في النار. وتعقب ذلك بأن لكل واحد من الأئمة الأربعة قولا بإجزاء الاعتقاد عن النطق. من اعتقد ذلك بقلبه ولو لم ينطق بلسانه ما دام قلبه مطمئنا إلى صدق معنى هاتين الشهادتين فإن ذلك يغني عن النطق. وأصحابنا جمهورهم يقولون بأنه لا بد من النطق بالشهادتين، ولكن الإمام القطب رحمه الله في هميان الزاد ذهب إلى أنه لو لم ينطق الإنسان بالشهادتين لكان مؤمنا إن كان معتقدا لمدلولهما وغير مخالف في اعتقاده لما ينطويان عليه من معنى، أي غير راد لشيء مما علم من الدين بالضرورة، غير منكر لشيء مما علم من الدين بالضرورة. ولا بد مع ذلك أيضا حتى يكون صحيح الإيمان من أن يكون عاملا بمقتضاهما. الإمام القطب قال بهذا الرأي واستند إلى في ذلك إلى نسبة الإيمان إلى القلوب، بحيث جعل القلب هو وعاء الإيمان في نحو قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالقلب إذن هو وعاء الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه، فإذن ثلاث مرات عندما قال التقوى ها هنا، فإذن الإيمان مقره القلب. استدل لذلك وقال بعد تحرير هذه المسألة، ولم أرد بهذا مخالفة ما عليه أصحابنا رحمهم الله، ولكني ذكرت ما أداه إلي اجتهاد. والإمام السالمي رحمه الله تعالى في مشارق الأنوار بعد حكايته لهذا النص الذي في الهيميان عن قطب الآئمة ذكر بأن هذا الإمام ليس هو أول من قال بهذا من علماء المذهب، فالإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارقلاني رحمه الله أشار إلى هذا، وقد حكى الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة، ورجح أن الإنسان ما لم يطالب بالنطق بالشهادتين فاجتزاؤه باعتقاد مدلولهما يدخله في حيز المؤمنين ويجعله في عداد هؤلاء المؤمنين. وقد بحث القطب ما لو أورد على هذا بأنه يتعذر على الإنسان أن يبقى وهو مسلم هكذا إلى أن يموت لا ينطق بالشهادتين
إذ العبادات تتضمن النطق بالشهادتين، فذكر بأن هذا يتيسر فيما لو كان الإنسان يصلي مأموما غالبا أو إماما بحيث لا يقيم ولا يؤذن بنفسه. فعلى أي حال لا يكون ملزما بأن يأتي قبل الصلاة بالشهادتين، لأن الذي يأتي بهما هو المؤذن والمقيم. ويمكن أيضا بأن يكون يقتصر في التشهد على ما دون الشهادتين، ولعله يتلو من الآيات ما لم يكن فيه التصريح بذكر هاتين الشهادتين. لننظر فيما يستدل به هؤلاء وهؤلاء. أما الذين ذهبوا إلى وجوب النطق بالشهادتين، وإن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين، فقد استدلوا بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الشيخان من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. والشهادة لا بد من أن تكون نطقا باللسان، إذ لو لم تكن نطقا باللسان لم تكن شهادة. فإذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مأمور بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنه مطالب بأن يقاتلهم حتى يأتوا بهاتين الشهادتين لفظا، وهذا دليل على وجوب النطق بالشهادتين. كما استدل لذلك أيضا بما روي: الإيمان قول باللسان، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وأجيب عن الأول بأن ذلك في من نشأ في بيئة جاهلية، فإن من نشأ في بيئة جاهلية لا ريب أنه لا يمكن أن ينتقل من هذه البيئة الجاهلية إلى بيئة الإسلام في حكم الظاهر، حتى يأتي بشيء ظاهر يخلع عن عنقه ربقة الجاهلية. فهذا الشيء الظاهر إنما هو هاتان الشهادتان اللتان تميزه عن المشركين. أما من نشأ في بيئة إسلامية من أول الأمر وأعماله أعمال المسلمين، فإنه ولو لم يظهر منه نطق بالشهادتين فلا يحكم عليه بأنه ليس من أهل الإسلام. هذا ما لم يعرض عن هذا النطق، بل لو طولب بالنطق وأصر على عدم النطق بالشهادتين فإن ذلك بطبيعة الحال يثير تهمة كبيرة من حوله، وهو من الواجب عليه أن يدفع عنه تهمة الكفر بالله، تهمة الإشراك في الإشراك بالله سبحانه وتعالى بالنطق بهاتين الشهادتين، ليدفع عن نفسه ما عسى أن يكون متهما به. وأما ما روي من أن الإسلام من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهو قول لبعض السلف وليس هو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول لبعض السلف. ومهما يكن فلو كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الغاية فيه أن النطق إيمان، ولا جدال في ذلك، فإن القول الخالص
الذي يعرب عن الإيمان هو إيمان، كما أن العمل الصالح هو إيمان، ولكن لا يقال بأن الإنسان لا يقال بأنه مؤمن إلى أن يأتي بالأعمال الصالحة. فلو دخل أحد في الإسلام وأتى بالشهادتين مثلا ولم تحضره فريضة، لا يقال بأن إيمانه يتوقف على العمل حتى تحضره الفريضة ويؤدي فريضة من فرائض الله لا يكون مؤمنا، لا، بل هو مؤمن من أول الأمر. أما احتجاج الفريق الآخر فهو احتجاج بما دلت عليه الآيات من أن القلب هو وعاء الإيمان، فإذا هذا الإيمان هو التصديق والإنسان مطالب بالتصديق. ولكن مهما يكون من أمر فإن المؤمن لا يمكن أن يستنكف من الإتيان، إذ هذا الاستنكاف نفسه كفر، لا يمكن أن يستنكف من الإتيان بالشهادتين، ولا بد للمسلم من أن يدرى عن نفسه أي اتهام، على أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعضها جاء بلفظ حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وبعضها بلفظ حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا هي دالة على أن القول أمر لا بد منه ومهما يكون من حال أولئك. ولكن لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم بأن يأتوا أولا بالأعمال حتى يعربوا عن هذا التصديق بالقول قبل أن يصدقوه بالعمل، لابد من أن يعربوا عن تصديقهم بالقول. هذا كما قلنا هذا الاعتقاد بمدلول هاتين الكلمتين هو مشتمل على ذلك التفسير الاعتقادي، من حيث إن جميع ما يأتي في التفسير تفسير هذه الجملة الاعتقادي من جزئيات وكليات يندرج في مفهوم هاتين الجملتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والناس اختلفوا أيضا هل يجب على الإنسان أن ينطق بهاتين الشهادتين بالعربية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك العربي والأعجمي، أو أن الأعجمي إن نطق بلسانه أجزاه ذلك؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بينهم أيضا، والصحيح أن الأعجمي يجزيه إن نطق بما تدل عليه هاتان الشهادتان بلسانه، ولربما كان ذلك أبلغ في اعتقاده، لأن الأعجمي قد يكون غير عارف بما ينطق به عندما ينطق بالعربية، ولو فهم ذلك فلعل هذا التفهيم يشق عليه، بخلاف ما لو فهم بلغته. فإذا النطق بلغته ليس فيه حرج، فلو نطق بمدلول هاتين الشهادتين بلغته وأعرب عن إيمانه لكان وأعرب عن إيمانه بنطقه بلسانه أي بلغته لكان ذلك مجزيا عنه. واختلفوا أيضا في وجوب تقرير ذلك كلما ذكرت هذه الجملة، هل على الإنسان أن يقرر ذلك كلما ذكرت هذه الجملة، أو أنه يجزيه ذلك مرة واحدة؟ على أي حال عندما ينطق الإنسان بذلك مرة واحدة فحسبه ذلك، مع رسوخ الإيمان في قلبه وثبوت اليقين في وجدانه فإن ذلك يكفيه. أيضا يختلف في وجوب
معرفة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة جده، ومعرفة أنه ولد بمكة ومات بالمدينة، وأنه صلى الله عليه وسلم قرشي النسب. فمن العلماء من قال بدخول ذلك كله في ضمن هذه الجملة، وأنه لابد من أول الأمر أن يكون الإنسان عارفا بذلك لأجل تمييز شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح بأن ذلك غير لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطالب الناس بذلك. نعم، بعدما تقوم على الإنسان الحجة بمعرفة ذلك كله، فإنه يجب أن يعتقد ما قامت عليه الحجة بمعرفته. أما قبل أن تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك فلا يطالب به، ويعد ذلك كله من تفسير الجملة هذا. والجملة حكمها كحكم غيرها من تكاليف الله تبارك وتعالى، من حيث إنها لا تجب على الإنسان إلا بعد أن تقوم عليك الحجة بها. وقد سبق وسيأتي تفصيله إن شاء الله أن الحجة في معرفة الله تبارك وتعالى حجة عقلية، والسماع إنما هو مؤكد للعقل. فمن لم يكن يخطر بباله وجود الصانع لهذا الوجود فهو مختل العقل. أما صاحب العقل فلا بد من أن يدرك من أول وهلة أن صانع هذا الوجود موجود، ولا يمكن لهذا الوجود أن يكون صنع نفسه. وقد أجاد أعرابي كان على الفطرة عندما سئل بماذا عرفت ربك، فقال البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المثير، فهيكل علوي بهذه اللطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة، أما يدلان على الصانع الخبير. هذا أعرابي تحدث بمنطق الفطرة، فإن الإنسان بفطرته يدرك أنه لا بد من أن يكون لهذا الوجود صانع. نعم، اسمه سبحانه وتعالى الله كسائر الأسماء مما تتوقف معرفته على السماع، إذ من المستبعد أن يدرك الإنسان من أول وهلة أن اسم هذا الصانع الله. فالله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ما لم تقم عليهم الحجة به، واللغات متباينة ومختلفة، فلكل لغة اسم تسمي به الله، بكل لغة أو لكل أهل اللغة اسم يسمون به الله تبارك وتعالى، يسمون به خالق هذا الوجود. فإن لم تقم على الإنسان حجة بمعرفة اسم من هذه الأسماء حسبه أن يعتقد معرفة الله تبارك وتعالى أنه صانع هذا الوجود، وأنه مخرج لهذا الكون من العدم إلى الوجود، وأنه لا إله إلا هو. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم مما تقوم به الحجة من طريق السماع، فإن السماع هو الحجة في ذلك. وقد يتصور الإنسان أنه لا بد لهذا الخالق من أحد يرسله إلى الناس، ولكن أن له
أن يعرف أن هذا الرسول هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك أيضا مما تتوقف عليه حجة السماع. وبعد أن تقوم على الإنسان الحجة بمعرفة هذه الجملة، سواء كانت عقلية فيما تقوم فيه حجة العقل، أو سمعية فيما تقوم فيه الحجة بالعقل أو بالسمع، فإنما تقوم به الحجة بطريق العقل أولى أن تقوم فيه الحجة من طريق السمع. بعدما تقوم على الإنسان الحجة بمعرفة هذه الجملة، لا يوسع له لحظة ليتردد ويراجع نفسه ويسأل، بل عليه أن يعلن إيمانه، عليه أن يصدق، عليه أن يتبع وينقاد، كما كان من سحرة فرعون الذين تحولوا فجأة من الكفر إلى الإيمان. فعندما شاهدوا المعجزة التي أثبتت لهم أن موسى وهارون قد أرسلا من عند الله تبارك وتعالى، لم يترددوا لحظة في قبول ذلك والإعلان بتصديق موسى وهارون فيما بلغاه عن الله تبارك وتعالى. أما التفسير الاعتقادي فهو قد يختلف في بعض الأشياء عن الجملة في بعض الأحكام. أولا، قبل كل شيء، علمتم أن قول الجمهور، جمهور الأمة، أن الجملة لابد بجانب اعتقادها بالقلب من الاعتراف بها باللسان، لابد من التصريح بها باللسان على رأي طائفة من أهل العلم أو على رأي أكثر أهل العلم، بينما التفسير لا يقول أحد بأن التفسير يجب على الإنسان يعني أن يعترف به بلسانه، حسبه أن يعتقده. فلا يطالب الإنسان أن يأتي بجميع هذه الجزئيات الاعتقادية بلسانه، وإنما يكفيه اعتقادها بقلبه. فعندما تقوم عليك الحجة بمعرفة شيء من ذلك، وجب عليه أن يعتقد ذلك بقلبه وحسبه ذلك. نعم، لو حصل من إنسان ما إنكار لشيء من ذلك، لو أنكر مثلا نبيا من أنبياء الله الذين يدخل الإيمان بهم على التفصيل في تفسير الجملة، لو أنكر كتابا من كتب الله من تلك الكتب التي يدخل الإيمان بها في تفسير الجملة، لو أنكر الجنة مثلا، أو أنكر النار، أو أنكر البعث، أو أنكر الحساب، أو أنكر صفة من صفات الله كصفة العلم أو صفة القدرة أو صفة السمع أو صفة البصر أو صفة الحياة أو صفة الكلام أو شيء من تلك الصفات، لكان عليه أن يجدد إيمانه بالجملة، ولا يكتفى أيضا منه بذلك حتى يقر بما أنكره. فلو أنكر الدار الآخرة كان عليك لزاما أن يعلن على الناس بأنه مؤمن ومعترف بأن الدار الآخرة التي أنكرها هي حق. لو أنكر شيئا من أمر الدار الآخرة مما صح وثبت، لكان عليه أن يعترف أيضا بلسانه بأن ذلك الذي أنكره هو حق. ولو أنكر صفة من صفات الله، ولو أنكر فعلا من أفعال الله، لكان عليه أن يصرح بأن الذي أنكره هو حق. لو أنكر رسولا من رسول الله، لكان عليه أن ينص
على ذلك الرسول بأنه رسول من عند الله حقا. وهكذا كل ما أنكره مما قامت عليه الحجة بمعرفته. كذلك قلنا بأن الجملة قبل قيام حجتها لا تلزم أحدا، وبعد قيام حجتها لا ينفس في السؤال عنها. والتفسير كذلك قبل قيام حجته كما قلنا الجملة تغني عنه، أما بعد أن تقوم الحجة فهناك أشياء كلية لا بد منها. هذه الأشياء الكلية على رأي الجميع لا ينفس له في السؤال عنها، كاعتقاد صفات الله تبارك وتعالى، اعتقاد أن الله قدير، اعتقاد أن الله سميع، اعتقاد أن الله بصير، اعتقاد أن الله حي، إلى غير ذلك. بعض الأشياء وقع فيها الخلاف كأمور المعاد، وبعض الأشياء أيضا التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى ككون صفاته ذاته هي عين الذات أو هي غير الذات. منهم من رأى حكم ذلك كحكم سائر صفاته عز وجل، أي كحكم الجملة من حيث عدم جواز السؤال عن ذلك، بل عليه أن يعتقد الحق من غير تردد. ومنهم من جوز السؤال عن ذلك مع اعتقاد قصد الحق، فعندما يخطر في بباله شيء مما يتعلق بالله سبحانه عليه أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء ويسأل عن ذلك. وهذا الذي قاله ابن بركة، وقد خطأه في ذلك كثير من العلماء، ومنهم الإمام أبو نبهان رحمه الله، حتى قال في بعض ردوده عليه: فراجع الأسفار تجد الآثار إن شاء الله قاضية لنا بالصواب ولأبي محمد بالغلط. ومنهم من فرق بين ما يتعلق بصفات الله وبين الأمور السمعية المحضة التي تقوم بها الحجة من طريق السمع، ولا يتصور قيام الحجة غالبا بها من طريق العقل. فما تقوم به الحجة من طريق العقل يجب على الإنسان أن لا يتردد في قبول الحق فيه، أما ما تقوم عليه الحجة بمعرفته من طريق السمع فينفس له في السؤال عنه. والله تبارك وتعالى أعلم. وهناك حديث فيما يتعلق بالتفسير العملي للجملة، ونرجع ذلك إلى الدرس الآتي إن شاء الله.